الكراغلة ما عرفتش علاش كتعلقوا على مأدبة الإفطار اللي دار الملك مع سانشيز، يعني ما تفهمتش لي صراحة، ما عرفتش علاش، واش غيرة من الملك، غيرة من البروتوكول الملكي، واش لأنكم ما عندكمش تاريخ، ما عندكمش هوية، ما عندكمش طرق ديال الضيافة واستضافة الضيف، وهادشي خلاكم أنكم تعيشون أحيانا على السخرية. الصورة اللي سخروا منها الكراغلة أنا غادي نجبدها لكم تشوفوها، ونجبدوا بعض الصور الأخرى اللي غادي نقشبو فيها حتى حنا على الكراغلة. الصورة ديال بيدرو سانشيز وكذلك الملك، الصورة ها هي غادي نجبدها لكم دابا باش تشوفوها، لأن راه الصورة معروفة راكم شفتوها، وعلقوا عليها الكراهنة واخا، ولكن غادي كما عودناكم دائما الرب والقرطاس كيف العادة. الصورة ديال الكراغلة اللي جبدوا بها الملك هي هذه، ها هي الصورة. معرفش شخصيا اشنو اللي ما عجبكمش في هذه الصورة، لانكم ولكن احنا انا غادي نجبد لكم صورات اخرى ديال الكتبون ديالكم ملي كيدير حتى هو مأدوبات عشاء ونناقشوا. اولا اللباس المغربي الاصيل، الجلابه، الجلابه حاضره في اجتماعات الملك، في مأدوبات ديال الملك، يشهد التاريخ كذلك. اول رئيس ديال شي دوله اجنبيه كيتسنى المغرب، واقف كيتسنى المغرب باش ياكل، يعني فرضنا عليه الثقافه ديالنا. الاكل مغربي 100%، افطار مغربي، تقاليد في اللباس وفي المأكل، ها هي كتشوفوا على عينكم. واللباس الجلابه المغربيه ها هي حاضره، هو الأمير مولى حسن والملك محمد السادس نصره الله، وكذلك الأخ ديال الملك بالجلابة المغربية. أنا كنتحداكم تجيبوا لي صورة واحدة ديال كدبون بلباس تقليدي جزائري، كنتحداكم خلال استقبالاته ورحلاته وكذا. ها هو الملك، لأنه وعدنا الثقافة ديالنا بالجلابة أنواع، هاي الشكيلات أنواع، اختار كل وحدة بلويين، كل وحدة بتوب، كل وحدة بخياطة، وكاينين لي موديل عطاهم الله. حضور الملك والأسرة الملكية في مأدوبة أكل اللي هي الإفطار الرمضانية بلباس مغربي، خلاكم نتوما كتعلقوا بزاف على هذه الصورة، ما عرفش أنا علاش، اشنو اللي ما عجبكمش؟ زائد رئيس الحكومه حتى هو بلباس الجلابه المغربيه، وهذه كلها الجلابه تمثل منطقه مغربيه، يعني مناطق مغربيه متعدده، هذا قصف. اعطيني شي صوره ديالكم ديال العمامره ولا ديال الشنقريعه وديال ولا ديال كدبون بلباس تقليدي جزائري، حيت ما عندكمش اصلا. ها هي مأدوبه اخرى، دائما الملك يحافظ في لباسه، يعني في اللباس ديالو مع حين كيستقبل او حين كيسافر باللباس المغربي التقليدي، ها هو، ومن وراه النقش ديال السليماني او السليمانيه، النقش المغربي، ها هي مع ملك ديال الاردن. نزيدكم لانكم عارفينكم الحسد والحقد دار فيكم ما بغى، نزيدكم حتى تقولوا بركة. ها هي الصور عطاهم الله، ها هي لباس مغربي في مأدبة عشاء أو غداء بلباس مغربي، ها هي مع الملك ديال إسبانيا بلباس مغربي، نزيدكم ولا بركة. غادي نمشيو نشوفوا كدبون ديالكم حتى هو، غادي نشوفوا كدبون ديالكم حتى هو أشنو كيلبس، واخا احنا نشوفوا كدبون فين هي الثقافة،
ثقافة اللور هنايا عثمانية، وضع الشموع على الطريقة الغربية، الطابلة خاوية صحراء قاحلة، فين هي الثقافة الجزائرية هنا في هاد الحضور؟ عطوني الثقافة الجزائرية في هاد المآدب ديال 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 الماكلة اللي كيدير كتبون ديالكم. ها هو مرة أخرى في استقبال، من هاد الاستقبال هو المنتخب ديالكم الفوندو، من هاد الاستقبال والله العظيم إلا وجه النحس هاد كتبون وجه النحس على المنتخب ديالكم. ها هي طبلة قاحلة، لباس لا لباس تقليدي ولا تراث لا ثقافة لا حتى شي حاجة ما عندكمش. ها هي لقاء آخر، الزخرفة عثمانية اللور، الطابلة كيف العادة خاوية فارغة، على الطريقة الغربية، يعني عشاء على الطريقة الغربية، ها هما الشموع، وكذلك في نوع اللباس التقليدي. إذا اللي بغى يضحك على الآخر تيكون عنده بعدا باش علاش يضحك. جميع الدول على الأقل العربية والإسلامية عندها اللبس، عندها الثقافة ديالها. نتوما كيما شفنا هو كذبون جالس بدون يعني بدون استحضار الثقافة ديالو. إذا ما كاين لاش تبقى تضحك على الملك ديالنا وعلى، لأنه ما كاينش يعني لا مجال للمقارنة نهائيا. وهنا أتحدى أي كرغولي يلوح ليا الصورة ديال الرئيس ديالكم أو أحد الرؤساء ديالكم بلباس تقليدي جزائري، حيت اصلا ما كاينش. نمشيو الاخوان، راه ما كيدخلوا الكراغ لا بزاف، رجاء لي جيم الخوت ديالنا والبارطاج، عاونونا بالبارطاج لان الكراغ راه بداو كيدخلوا كيديروا لي ديسلايك، زائد سبان في لي كومونتير عارفينكم.